زوار منطقة العبيدي من بغداد إلى الناصرية متضامنين معكم موعدنا واحد قاتل راجعين. نحن بدورنا كزوار مدينة الثورة والنضال نعلن تحذير السلطة القمعية كفاءة عن ممارسة الإجرام في حق أبناء شعبنا. زوار مدينة الصدر عاش السلام. النجف الأجرف إلى ثوار الناصرية الحبيبة. الآن الثوار يقفون استنكارا بما حدث في الناصرية ونقول لهم هاي هاي الناصرية هاي هاي الناصرية هاي هاي الناصرية هاي هاي الناصرية تبقى أمخي روحمية تبقى أمخي روحمية هاي هاي الناصرية. يستنكر ثوار واسط الأبطال الممارسات القمعية ضد ثوار الناصرية، كما نعلن أن جميع محافظاتنا سوف تنتفض وستبدأ بالتصعيد المناطقي، وبعدها سيتم الاتفاق على الرحيل إلى محافظة الناصرية والموت معهم إن شاء الله وشاؤه. عاش العراق. رسالة: ثوار الديوانية يخرجون بتظاهرة سلمية، وذلك لما يحدث من العنف المفرط بحق أبناء الناصرية العزل الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ساحة الشهداء. ثوار الديوانية عاش العراق. دين ونستنكر ما قامت به الميليشيات المجرمة المخترقة للقوات الأمنية من مجزرة جسيمة بحق أبنائنا محافظتنا في محافظة ذي قار. عاش العراق. عاش العراق. هاي هي وهاي هي وهاي هي تبرد الثورة وتردها الناصرية. هاي هي وهاي هي وهاي هي تبرد الثورة وتردها الناصرية. محافظة نيسان الأحرار مدينة الصمت الحاصل من شيوخ وعشائر وجهاء العراق ومحافظة ذي قار بالذات والمراجع ووكلاءهم في المحافظة، ونستنكر أعمال العنف والقتل في محافظة ذي قار، وعليه نعلن تضامنا واستعدادنا الكامل مع أبناء ذي قار. عاش العراق. لبيك يا عراق. لبيك يا عراق. لبيك يا عراق. نستنكر وندين هذه الأعمال الإرهابية المقنعة من قبل حكومة الكاظمي الجبانة. عليك يا كاظمي أن تعمل أو تفعل شيء للناصرية ولواسط ولبابل ولكربلاء ولكل محافظات العراق. أهو إلهي أود الناصرية. أهو إلهي أود الناصرية. باسم ثوار قضايا مدينة من محافظة البصرة من هذا المكان نستنكر الممارسات القمعية من قبل حكومة الأحزاب الفاسدة بحق ثوار ذي قار الحبيبة، ونعلن استعدادنا الكامل للتصعيد للمناطق الحيوية بالأيام القادمة إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم الحقة. عاش العراق والرحمة والغفران لشهداء ذي قار. بالروح بالدم نفديك يا عراق. بالروح بالدم نفديك يا عراق.